بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. هنتكلم عن رؤية الحمام. دايما بتجيلنا الرؤية دي، في معظم الرؤى تقول لي أنا شايفة دخلت الحمام، أنا شايفة خرجت من الحمام، أنا شايفة أن أنا اتوضيت في الحمام. دايما الحمام بيتذكر كتير جدا في الرؤية، تمام؟ فهنقول الحمام معناه إيه في الرؤية، لأن هو بيتذكر كتير في الرؤية. بيقول لك هو بيت الأذى. ليه؟ لأنه هو بيت الجن. فاللي يشوف رؤية الحمام عليك ان انت تخلي بالك وتحذر، تمام؟ خصوصا لو انت يعني فتحت المية السخنة، اغتسلت بالماء الساخن، ده معناها مس شيطاني، تمام؟ بيقول لك من دخله الحمام، بقى لسه هنتكلم عن المية، اللي يشوف نفسه دخل الحمام ده معناها إصابة هم وغم، ولكن سرعان ما يزول، تمام؟ وهيصيبك هذا الهم من قبل النساء، لان هو برضو يعتبر ذكر اسم الحمام ست المكان، اللي هي ايه؟ الست اللي في البيت. فده الحمام، انت هيصيبك هم وغم من هذه المرأة اللي هي داخل البيت، على حسب طبعا الرؤية. والحمام اشتق اسمه من الحميم، فهو يعني جاي من الحمى، جاي من التعب، جاي من الشدة، لان هو بيت الجن زي ما احنا ايه لسه قايلين. فبيقولك لو انت شفت ان انت اغتسلت بماء حار اللي هو الماء الساخن، فان انت هيصيبك هم واذى من قبل النساء او من الجن، تمام؟ او ان انت هتمرض، لان ده يعتبر الماء الساخن مرض. وقيل الاغتسال بالماء الجاري، بس تكون المية عادية، المية بتاعتنا مش مية سخنة ولا اي حاجة، ده معناها خروج من مشاكل، خروج من هم، خروج برضو من مشاكل روحانية، قضاء حاجة. يعني اللي يشوف ان هو دخل الحمام وقضى حاجته، ده معناها قضاء حاجة اليه، يعني امر هو بيتمنى يحصل عليه هيحصل عليه لو قضى حاجته، تمام؟ لكن محدش يقول انا دخلت حمام في الشارع، لا، ده معناه فضيحة والعياذ بالله. حد شاف ان هو دخل حمام وفي ناس معاه، معناها افتضاح امره للناس اللي كانت معاه في الرؤية، تمام؟ بيقول لك اللي يشوف نفسه ان هو كان مغموم ودخل الحمام خرج من غمه، لو هو استحمى زي ما بنقول او اتوضى. لكن اللي يشوف نفسه ان هو قاعد في الحمام وعامله مجلس بقى وعمال يحكي ويتحاكى ومش عارف ايه، ده معناه ان راجل بيتفاخر بمعرفته بالنساء، بيقعد كده يحكي بقى انا عارف الست الفلانيه ورحت معاها وجيت ودي ودي ودي، بيتفاخر بعلاقاته النسائيه امام الناس، تمام؟ فدي اللي هو قاعد عامل مجلس بقى، حاطط كراسي وقاعد بقى عمال ايه يحكي وكده. او يستهزئ بامراه، لان احنا قلنا الحمام موضع كشف العورات، فهو بيستهزئ بانثى بيحكي عنها كلام طبعا لا يجوز. اللي يشوف ان هو بنى حمام، يعني بنى الحمام هو اللي بيبني بايديه، فانه ياتي الفحشاء ويشيع عليه ذلك. يعني اللي يشوف ان هو اللي بيبني الحمام هو بيعمل الفحشاء والناس عرفت خلاص ان هو يعني والعياذ بالله فضيحه مش حلوه طبعا. بيفتش عن العورات، بياخد في الكلام عن النساء ومش كويس خالص. اللي يشوف بقى ان هو دخل الحمام واغتسل بماء ساخن، ده معناها ان انت هتصاهر ناس، يعني هيكونوا الصهر الشخص ده الناس اللي هم اهل مراته، يعني قرايب مراته وقرباته نساء، يعني هيساعدوه، بس يكون السخونة يعني عادية، مش سخونة حارة جدا لا تطيقها يعني، تمام؟ فخلي بالك ان انت يعني اهل الزوجة ناس خصائصهم يعني اجريسيف، بس مش قوي، يعني مش ناس ما يتعاشروش زي ما بنقول، لا، لو سخنة جدا ده معناها ناس يعني صعبين المعاشرة، يعني ان انت تتكلم معاهم دايما عصبيين جدا جدا جدا. يقول لك يعني كتر السخونة ديت ان هي ناس يعني غليظة الطباع، ما تقدرش تتعامل معاهم اصلا. لو هي المية باردة ده معناها ناس كويسة بتنتفع منهم، بتعرف تتعامل معاهم، اللي هو ايه الماء بتاع الحمام، الماء الحمام، لو حد دخل شاف ان هو بيغتسل بالماء اللي هو في الحوض اللي في الحمام، تمام؟ بيقول لك اللي يشوف ان هو دخل الحمام وشرب من الماء الساخن جدا ده معناه ان انت هينالك فزع وهم وغم، ويقول لك فزع من قبل الجن، اللي هو شرب ميه ولقاها سخنه جدا، تمام؟
فبيقول لك او ان انت شايف نفسك ان انت بتغتسل بتتوضأ بس المية دي طلعت سخنة جدا، بتستحمى والمية دي سخنة جدا لا تطيقها. مش احيانا كده الواحد بيستحمى وهو بيفتح المية يلاقي المية السخنة الجامدة دي نزلت، لو انت شفتها كده في المنام سلخت كده زي ما بنقول، تمام؟ فده معناها لا، ده يصيبه فزع من الجن، معناها هم وغم، واحيانا يقال ان هو برضو مرض. فاللي يشوف الماء الساخن ده نزل على جسده وهو لا يطيقه في المنام، ده سيء جدا في الرؤية. برضو سيدنا الامام ابن سيرين بيقول لك ايه بقى؟ من رأى انه يغتسل بالماء الحار، يعني انت شفت نفسك بتستحمى بالماء السخنة دي او ان انت بتتوضى بيها او تيفر انت يعني رشتها على جسمك بس سخنة جدا وانت ناوي تسافر، لا ما تسافرش. هو بيقول لك كده بالماء الحار، واراد سفرا فلا يسافر، تمام؟ وان كان مستجيرا بانسان يطلب منه منفعته، يعني انت لو رايح تطلب منفعة من شخص ما تطلبهاش، فليس عنده فرح، يعني هتنال امر يصيبك بالحزن، عشان احنا قلنا الماء الساخن معناها حزن، تمام؟ ليه هو قال كده؟ لقول الله عز وجل وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. فعشان كده هو الامام ابن سيرين اخذها من الايه ديت، الماء الحار جدا في الرؤيه اللي يشوف نفسه بيستحمى بيه وهو ناوي يسافر بلاش، ناوي تطلب حاجه من شخص بلاش برضو. فيا رب الرؤيه دي يعني تفسير رؤيه الحمام تكون افادتكم، ولو هي افادتكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.